لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا الذهب المتميز الذهب الكبير انصيبه مع الشوط الرئيسي اقوى اشواط الحيل تنصب نفسها سيدة وبطلة ورئيسة لاقوى اشواط الحيل سلام ينصيبه سلام ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء على هذا المستوى الفنان على هذا الاداء الكبير اهنيك على الهواء مباشرة ينضم من النصيبه اهني جماهير العنابي في كل مكان في الدولة وفي خارجها على مستوى هجن الشحانية الكبير وهني مؤسسة هجن الشحانية والقائمين عليها والمضمر الذهبي سالم بن فران أنصيبة تقدم توقيت مميز وأداء مميز بدون أي تعليمات وبدون أي أوامر أفضل توقيت وما زل ومع هذا الشعار الكبير شعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني محال محال سلام يا محال سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الكبير الشوط الرئيسي للزمول في هذا المساء يذهب مع محال وشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني والمضمر الكبير خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف آل عبد الملك الشوط الرئيسي مع محال ومع هذا الشعار الكبير تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المركزي ونتمنى لها التوفيق إن شاء الله محالفا لسرايا هنا في هذه اللحظات ومع المقدمة وهي صاحبة الشوط الرئيسي وسجلها المليء بالإنجازات ها هي تسطر بحروف من ذهب مع هذه المؤسسة العملاقة هجن الشحانية البرنس سلام يا البرنس سلام يا هجن الشحانية سلام والمؤسسة العملاقة بانتصاراتها المتواصلة تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق تهانينا لهجن الشحانية تهانينا على هذا الناموس الغالي لهجن الشحانية مع هذا الانتصار بدون أي تعليمات تذكر عليها تهانينا والناموس المركز الثاني رهف لهجن الشحانية وأيضا مع البرنس جير الله بن عقيل المركز الثالث جابر بن سالم بن فاران يفعل كما يفعل الذهبي الله 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 يا سلام طار فلج الإنجازات طار فلج الرموز ولكن مبعد من الجانب الآخر اللحظات الأخيرة الأمتار النهائية ما بين مبعد ولكن فلج من لها غير الرموز يا فلج من لها غير هذا البطل فلج الأمجاد فلج الرموز فلج الخناجر الذهبية سلام يا العنابي سلام تهانينا والف مبروك المركز الشحانية بمتابعة البرنس ولكن الله وين يا مذعورة روحت بالفوز روحت بالانتصار الله 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 لكن الخطر قادم يا راعي مذعورة الله 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 ولكن مذعورة تحمل الشعار هجن المرقاب انطلقت في هذه اللحظات مع اصدار الاوامر والتعليمات عرض جميل في هذه اللحظات مشكور يا بن حلفان اللي قدم لنا مذعورة في هذا الشوط في هذه الامسية بانطلاق والاجمل بحضور مشرف كادر مشاهدين الاعزاء وهذه انطلاقة جميلة من مذعورة ما شاء الله وتبارك الرحمن شعار هجن المرقاب يحضر بأجمل صورة في هذا التحدي المسائي الجميل مع مذعورة التي انتزعت ناموس هذا الشوط تهانينا لهجن المرقاب والتهني لحمد بن علي بن حلفان بينما ثاني
تحدياته، لكن مختال 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 على الصدارة. هجر الشحانية هجر الشحانية، المشاقب المشاقب، لكن شوفوا شوفوا القادم، هذا المتسلل، هذا المنطلق، هذا المندفع، مزيان 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 مزيان، هذا الرقص الجميل، هذا الرقص المميز. الله يا التحدي الكبير، هجر الشحانية هجر الشحانية، تقدم لنا هذه هذه النوعيات النادرة، هذه النوعيات المميزة. سلام شحاني سلام، شبل المضمرين شبل المضمرين، يقدم لنا تحديات. الزوير الزوير، هذه السيارة الكبيرة، هذه السيارة المميزة، مرحبا بالزوير وتحدياته وانطلاقاته. الثاني والتبريكات لهجن الشحاني، والثانية لجابر بن سالم بن فاران، من قدم لنا تحديات الزوير المركز. هذه اللحظات بهذه المسيرة المتميزة بالانطلاقة الجميلة والرائعة بهذا التحدي الجميل، ولكن أرى شعار سعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز، وأرى تغيير اللحظات الأخيرة، الأمتار الكبيرة، حدث وتغيير وغير غير وتغيير وحدث. لمن هذا الناموس؟ لمن هذا الانتصار؟ لمن هذا الإبداع؟ ولكن الله 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 الله، مغامرة مغامرة مغامرة، غيرت إلى البداية واللحظات الأخيرة، الأمتار المثيرة، ولكن 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 مغامرة لهجن الغرافة المدهش، يأتي بهذه البطلة المتميزة مع في هذا المساء، ويهدي مؤسسة هجر المرقاب هذا الفوز والانتصار بحضور مميز بحضور كبير. سلام وتحية واحترام لهجر المرقاب، وتهانين أيضا للممدح حمد بن علي بن حلفان، وتهنية موصولة لسعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر الثاني، مالك وداعم هذه المؤسسة على هذا الفوز والانتصار. فوز المرقاب بناموس هذا الشوط بدون أوامر ولا شبه أوامر، عصاته في البطان، راك دوامنا مشاهدينا الكرام، استراحة المحارب هنا مع انطلاقة المرقاب. سلام للمرقاب، سلام سلام إلى هجر المرقاب على هذا الفوز والانتصار. مشكور يا أبو علي حمد بن علي بن حلفان، من قدم لنا هذه الانطلاقة والاندفاع المميز من المرقاب. تهانينا، والناموس بينهم المركز الثاني. المركز في عملية التضمير، المركز الخامس بينما الأمتار الأخيرة، 400 متر الأخيرة، زلزلة 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 تختطف صدارة الشوط، وهنا هجن الشحانية، هنا المؤسسة العملاقة تتقدم في هذه اللحظات مع زلزلة، ليتزلزل الميدان، لترحب الأمتار الأخيرة بقدوم زلزلة بينما وصلت هنا بلشة في هذه اللحظات، وهناك وعد. ولكن سلام سلاما لمن قدم لنا زلزلة في آخر الأمتار وعصاتها ما تحركت أبد أبد. سلاما لهجن الشحنية، سلام وسلاما لمن قدم لنا هنا زلزلة. البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، من حققت ناموس هذا الشوط بينما من حلت على لهجن الشحانية، يتقدم برنس المضمرين، ولكن طارت 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 طارت، حلقت بجناحيها، رفرفت بهذا الناموس الغالي والثمين على أرضية ميدان التحدي. إذن طليعة على البداية لهجن المرقاب، حمد بن علي بن سعيد البريس المري بن حلفان، المبدع في التضمير، مبدع المضمرين، ياتي لنا بهذه البطلة الجميلة والمتميزة في هذا المساء المتميز. إذن مشاهدين الأعزاء، عشاق هجن المرقاب، طليعة تأتي إلى خط النهاية بكل فوز واستحقاق لهجن المرقاب، حمد بن علي بن سعيد المري. ثاني المراكز لنا
نبضة وهنا عصاتها ما تحركت إلى حد الآن، وهنا هجن المرقاب على ثاني المراكز، وهناك أيضا هجن الشحانية بمتابعة البرنس، ولكن الأمتار الأخيرة بقيادة نبضة. نبضة من تقدم لنا الإبداع، من تخطو في الأنظار، من تتقدم بكل عزم وإصرار. الله يا سلام يا من قدمت لنا نبضة وحققت هذا الفوز بكل اقتدار وبكل انتصار وبكل افتخار. نبضة 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 تحقق شوط الختام. تانينا تانينا هنا مع نبضة المملوكة لمؤسسة هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من قدم لنا في عملية التضمير بينما من حلت على نبها حيلة دارنا اللي مع النجمات تهتم.